فارح بالشوق والهوى سارح كان عمري عشرين من بارح كانت لما تتلاوح صحيت لك انت ترايح يا زهرة السنين مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبورز مان. احنا اليوم في قلب باب جديد. احنا في قلب باب جديد مع لاعب من ابرز لاعبي النادي الافريقي. اذا نغلط في المقدمة ولا حاجة قل لي لا مصحيح. انا مع يوسف شنو يوسف القوال يوسف الخال يوسف خليني نقول انا يوسف لبنين يوسف الحلو يوسف العاقل برشا. يوسف جيناك وحبينا نسمع منك برشا حاجات عن النادي الافريقي، لكن نحب نعمل لك مقدمه صغيره نقول فيها حتى سد النظاره تعرف قبل ما نجيك لهنا. اللي نسول يقول لي راهو سعيد باش نجم تنحي شويه كلام ليوسف. راهو يوسف مهف، يوسف جن من جنون الكره في الملعب، خارج الملعب عاقل برشا. ما عادش نلقى صعوبه اليوم في الكلام معاك؟ لا تلقاش حتى صعوبه عليه. الحمد لله. باه سي يوسف الحصه حصتك. باش تحب تبداها؟ نبداها بالشكر لقناة حنا باع اللي حبوها برشا وتفرجنا برشا وتشد لنا الوقت برشا باش ما نحسوش بالوقت بالاخص في رمضان. والشكر زاد سي عزوز الاسرم وسي حمادي بوسبيع اللي مزياتهم ما تنحاش علينا وعلى النادي الافريقي بصفه عامه. هذا ان صح التعبير اقطاب النادي الافريقي. اي نعم صحيح كي نقول اقطاب واضح. ايواش وثم برشا رجال زاد اللي خدموها الله يرحمهم. تعيش محمد زروق بالاخص عزوز بنقير. ايه بارك الله. هذوما رجال اللي خدموا الكلوب خدمه اللي هي خلات اعطت ثمرتها معناتها للرجال. شو قبل ما نبداو معاك ليش بديت الكوره وقبل كل شيء عندك ضيف من ضيوفك جبته اليوم مرات حمزه اللي هو خويا زاد ويعيش. اي خويا الكل من الناس اللي قاعده تخدم في النادي الافريقي، لكن يشاع وانه مرات حمزه سعيب شويه كاين. قبل ما نمشي لمرات صحيح اللي يقولوا فيها على مراد وانه سعيد، شو معناها سعيد؟ وما يشوف راه كل شيء ينقص كان الكلام يزيد. حلوه ياسر. ايه فهمتني. ومراد ما يتكلم على خاطر يحب جمعيته وما يحملش بشيره العوج. اما ثم برشا جوارات انا ننصحهم اللي عملت الخير معاهم الجمعيه ويجي يقول لك ما عمل معايا حتى شيء الجمعيه راهو يكذب. كلام سعيد تدخل فيه راه. كلام سعيد. وماذا بينا ما يقولش لا مش الكليب قضات لي، هذاك سي عزوز الاسرم قضى لي، لا هذاك سي حمادي قضى لي. وين كان يلعب معاك في البيس قريت انت وياها، لعبت زربوط انت وياها. حلو. ما هو الاخر اشكر فضله وشكون فضله هو؟ مو من الكليب تعرف. النادي الافريقي ما فيش حتى شك. انا واحد من الناس النادي الافريقي دمي ولحمي والشيء اللي عملته لي وردتني كبرتني وعملت اسره اللي توا اسره بالمجد يتكلموا بها في الحومه في برشا بلايص. ربي فضلهم لك. عايش. قاعد الراه تبارك الله عليك وتبارك الله ما يقولوا كل رجل عظيم العظمه لله سبحانه وتعالى. وراه مراه دمدومه قاعد الراه تبارك الله ويرحم والديك مراد. خلينا نمشي لمراد. بكل صراحه انا وقت اللي جابك يوسف قلت الحمد لله يا ربي هذا واحد اليوم باش يشيخ على مراد. قال العكس. والله تعرف سي منصف. ايوه. والدليل معناها قلت في الدخل نتاعك وانا قلت صعيب، مش صعيب انا كاركتيري مش صعيب، اما حقي وناقش وما نجاملش ونقول الحقيقه. خايب خايب باهي خي الناس سانس بالتشبيه معناها فعل عهد هذاك تو في عهد تو الصراحه وبلاد ديمقراطيه ونقولوا راينا نقول لك حلو خارج الله حلو ياسر. والدليل هاك شفت معناها شو كيف بعد يوسف كيتسى معناها حمزه انا صديق الحمد لله صديق معبي قدمهم. وما ننساش في الحصه نتاعك تقريبا جاي 11 ملاعب للنادي الافريقي تبارك الله. مشينا نقول الحانوت الحجامي لكن كما قرر حلو ياسر حلو نتاع النادي الافريقي. انت يا خويا قبيله قلت لي حويجات على 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 يوسف نحبك تعاودهم لي حتى الساده النظاره، لكن نتاع فابيو كل كيفاش لعبوا احكيهم لي. عندك نتاع فابيو اللي لعبوا شوت وعندك مشيتوا تشيكوسلوفاكيا كيفاش وقف الكره شنو اللي صار؟ انا باش نسمع كان. اول حاجه تضاف في مقال باب جديد. وشكون اللي جبد لنا باب جديد؟ يوسف ولا باب جديد؟ احنا انا قريب باب جديد. راه احنا في قلب حدا سيدنا الدار في قلب باب جديد وريتوا يوسف تو تشوفوه في الصور في وسط الوسط الدار يعني روعه تبارك الله روعه. مش ناخذك بالنفس زاد كيما نقولوا حنا باب في حومتنا هذه حومتنا باب جديد كون باب جديد وقعد باب جديد حق كل صراحه
الحلاقه مصطفى هو قاعد يشادنا. ربي نحب نعاود كلمه نقولها. سالا يوسف سامحني زاد خاطر قال سمى زوز اسامي كبار ياسر. انا في حصه فارطه قلت عم مصطفى هو رمز من رموز نادي الافريقي، وكاني بعض الناس تغشوا مش رمز عم مصطفى. هو خدم الافريقي هكا هو يهدي فما تو الحق بصراحه نقولها تو النقطه الحاضر اكثر واحد اللي دعم بلاد افريقيا جي يغشيو حمد بوسبيع هو اللي هدوا وفيقوا اللي ريضوا باش يقعد خلى حمادي متمثل من الكلوب. هو حق بصراحه عنده دور كبير ياسر واضح رقم حلقه عنده دور كبير ياسر بلاد افريقيا واضح امانه صراحه أقول. واضح اعطيني يا خويا الشوط الاول والكوره هذا خويا يوسف معروف بصحة الدم نتاعو واضح ورجوليا نتاعو في الملعب فرق بين طرف الملعب وفرق بين طرف هذا اش قالوا لي بالضبط؟ باهي اول حاجه صارت مش مع فابيو مع اندري ناجي رغم عشان في فابيو وقتها في قوه يوسف مزلها اندري ناجي تنصر الصغار معناها مصر الخويني وبرشا لاعبين صغار كان مصر الخويني كان هو تيتلاب كيما صغار وتيتلاب في نادي الفريق لعبنا بكاس مع سوتية وقت كانت الأولمبي نادي الأولمبي في دمرتها ينطبق الدعم كانت تلعب دور الأولى حق كل صراحة وإن شاء الله ترجع فرصة إن شاء الله ترجع كما كان قبل إن شاء الله فوجئنا من قبل الأولى لعب فريق كيب تيب عملنا تعادل في ساعتين ملي كانت كوب برونو وصلنا تعاود الماتش ويوصل على في آخر كاريرو في السبعينات معناها هذا جاء في المقابلة الثانية فوجئنا عندي النجي نحى منصور الخويني نحى عبد الرحمن الرحمون معناها زوز كان معناها يقول تيتيلا دخل يوسف دخلنا قال بسرعة يوسف 200 برك من الأول خرج بسرعة أما 45 ساعة ما تقفش حبك تجي على اليمين بالكورة من غير كورة ايش على اليمين على اليسار دخل احنا فوجئنا بلا وبعد لعبنا بال 200 كما قال عندي النجي خرج يوسف غزال وقت دخل المصريين خلاك يوسف خدم الخدمه رد لك ديفونس رضاك الزبده عطاه حقه معناها هرس الناس الكل كما ماركيش تو ماش مارك خلى الديفونس تعبه تخلى نص خويا تخلى الرحمن ربحنا 2-0 واضح هذه الاولانيه نحب نقول السادة النظاره يتبعوا فينا خلق ظلم مراد راهو باش يقدرنا لانه عنده التزامات عائليه بارك الله فيه خذا بخاطر خوه يوسف كل شيء اعطيني الثانيه نتاع الكره نلعب مره في دوره في تشيكوسلوفاكيا مشينا هذيك مقابله معناها مع جماعه تشيك وبدنات يوسف بارك الله سعيد شنو هذا بارك الله روحه قويه في مباراه جات الكره نورمال يعملها مرزي عملها كنترول بقوي تسقط الكره تسقط الكره كنترول تسقط كل تشيك اللي احنا نضرب الضحك الحمد لله هذه معناها علامات وعلامات معناها هذه علامات معناها قوة على الاسم بارك الله عليه بارك الله عليه معناها ربي قوة نتاعه باش نرجع لك لك انت وباش نخلي لك معناتها المجال باش تتكلم برشا شويه برك نحب ناخذ معك كلمه كما قال توا مراد يقول وانت في الملعب كنت برك الله قوي وهذا ما اكده لي خالد حسني الكابتن خالد قبل ما نجيب بعداك لهنا يقول لي خالد راهو ما خاطر فما حاجات باش يعرفوها سيد النظاره وانك لعبت شويه في عبد المنف يقول لي خالد راهو الخال راهو في الملعب حاجه وخارج الملعب حاجه هذه باش تحكي لي عليه نحبك تحكي لي زاد كيفاش بديت الكوره حتى سيد النظاره تعرف ثم عندي حاجه نحب نقولها لك وسيد النظاره لازم يعرفوها وانا وراه كاريرك يعني الوحده نتاعك تاريخك مع النادي الافريقي مش عام ولا اثنين يعني تقول لي سيادتك من عام 57 ل 71 يوسف الخال موجود باش تحكي لي توا على الفتره هذه كل بالطبع باش تحكي لي خاطر احنا كنا جايين زاد لهنا رينا بطحه قالوا لي البطحه هذه خرجت عمالقه كره القدم في تونس وفي شو اسمها البطحه؟ بطحه سيدي الناجي ابدا لي من بطحه سيدي الناجي ولا كان عندك قبل بطحه سيدي الناجي واسرح وانا بصحة نهزر لك برك ونعشق فيك وشيخ كنا بطحة سيدي ناجي هذه بالمركاض هي كنا معناتها بالاخص في رمضان نعملوا حبل ندوروه بالجر وثم السيرو قراداو بيلوس المتعدي كل مروح يرانا نكوروا وياخذ غادي بالاخص انا وعطوكا ديما موجودين واحنا اللي في الحومه ديما نكوروا مالي البطحه وثم كان اسمه صلاح الشنوفي الله يرحمه كان يلعب معنا قطوس الله يرحمه كان يلعب معنا بشير الكوكلي عندك يوسف الدريدي زاد كان يلعب في الكليب زاد من المركار يوسف النجعي زاد لعب في الكليب من المركار معناتها الحومه كامل ملاعبين يعني مقابله جديه مقابلات مش مساله تاع لعب من نهار لعبنا مقابلة ضد سلاح الواتي
سلاح في عمل نسين ايه على سلاح الوقت فهمت ضربك لا وين يضرب ما يضربش اما يحب يلوج باش يضرب اي اي ما يلقاش سلاح كان يلعب مع جماعة أولاد الملاسينة لا يلعب مع جماعة باب سويق لعبنا جماعة باب جديد يكيب ناسيونال ويكيب ناسيونال كيب ناسيونال تاع سلاح الوقت ايوا كيف ناسيونال تاع الملاسين اه في الاخر نتنت وقفت هذاك عاد انت منا وسلاح منا في صعيبة كي تكمل المقابل واضح يعني بديت صغرك في البطحه هذيك مش في الدار ولا لا هي لا مش هي انت تولدت في الدار هذه اللي احنا موجودين فيها هذه نعم وكش الدار هذه ما علمتكش الكره بابا وعزيزي كانوا صدارك من هناك كانت الدار كانت فيها تقريبا 20 متر وسط الدار الدوره نتاعو ما بديتش تكور كنت حداش بيت لا ما كنتش مكور تاني صبات فكهولي وقت اللي وليت نكور ما هو في المسجد كانت موجود 11 بيت تو يمشوا يضحكوا عليا يا جماعه بالكش ولدك الله يرحمه ينعمه كان متزوج باربع نساء لا عائله كامله كانت عايش واضح واضح توا تقسمت واضح شوف سامحني سي ايش تحب تقص علي قص علي عم حمادي شعبان عم حمادي شهر عشيري لانه هو عشير الناس الكل كي تحب تدخل مثال يعني انا قلت له فوق متزوج باربع مو كان قبل ياخذ اربع كانت عائلتهم تبارك الله كيف نحن حتى عائلتنا كلها في العمران دار كبيره كنت عمات ودار كبيره كان كنت عم حميد الله يرحمه راجل يعني كانت كان شوف حمادي انا نحب نطلب من فضلك حاجه اذا ممكن فين ما هو يحاول باش يغلط يعني باش يغلط في ناس يغلط انت وقف باهي كاكا انت بديت التكوير في وسط الدار لا مش هو صدر وصدر ليه لعب ليه لا وصدر ليه في الزنقه لهنا قدام الدار اسمع فيك خبيره تقول لزوجتك تقول لها الصبات كاش كنت كنت تهرب بالصبات ولا شنو شنو كنت تعمل صبات وين نخبيه ونمشي نكور بالسرقه في الكليب وقتها كادي واضح واحد من الاقارب بتاعي من اقرب الناس مش لازم نسميوه عليه من العائله ايه؟ رمالي الصبات في المجلس خلي بتاع الزوفر هذه ما يليقش بالفاميليا لا لعب الكره كان قبل زوفري 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 لعب كره صار كلمه فرنسويه اوفري معناتها هذا كلام يزم لا احنا نقولوا هامل هامل صحيح ما يخرجش علينا شنو تلعب في الكره هكا يا اخي وصلت نلعب في الكره وخدمت ناس من الفاميليا نتاعي الحمد لله البطحه فينا منها البطحه مازال البطحه احكي لي شويه البطحه فاش مشيت نادي الافريقي تو ما عادش نتكلم معاك بالكل البطحه كنت نمشي للصاد انا يهزني انا صغير عبد الرؤوف خضر ايه هذا هو اللي غرمني بالكلو واضح يهزني للصاد دخلت فيا روح للكليب وليت نكور للزنقه لهنا نطلعوا البطحه سيدي ناجي موركا واضح وبدينا بشويه من غاديك حتى وصلنا سيدي وليت مشيت اللوكال وحدي راه وحدك ما هزك الكليب حتى حد ما هزني ايه وبحث الدار مش بعيد دخلت انا اللوكال لقيت سي محمد زروق الله يرحمه تعيش عيش راسك كيما تحب قال لي تفضل قلت له راني باش نصح قال لي قداش عمرك قلت له راني من عام 45 قال لي مازلت تضعف حليب امك بين سنيك ايه مازالك عام اخر وترجع وتتنجم تلعب اي والله وقتها عز الدنقير غادي قال لي تعرف كيفاش ولدي برا ونبعثك البشحام والفاضي هذوما برا ترينا معاهم الله يرحمهم من عم زوج ممرنين تاع نادي الافريقي اي ايوا بعثوني هذيك فابي ولدتي حسابني معناتها عمري منير وانا عمري مازال لي عام خلاني نترينا هكاك فهمت يا اخي لعبت منير مسروق لا من بعد بعد نخلط ورجعنا ايه لعبت كملنا العام نترينا لعبت بديت نلعب في الميني هما عامين تلعبوا ميني صحيح كل واحد عامين ايه من بعد وليت نلعب مصروخ في الكادي وبريميراني زماني ميني ما عندوش حق يلعب في الكادي يلعبوا فيا بتصويره واضح مصروخ مصروخ واضح ايه فهمتني كمل العام هذاك نضرب عام اخر في الكادي ومن الكادي في عوض نكمل عام اخر في الكادي لا نقص لعك نقص للجنيور واضح بريميريني جنيور نقص للسنيور معناتها ما دوبلتش وليت نقدم دوبيلا دوبيلا ها ايوا باهي سمعني على ذكر الدوبيل بالكس سي حمادي شعبان يعاونيش شويه مثال نحب باش نفرح شويه نعرف حارس في النادي الافريقي سمحني هو رو... يعني يحب تكون حلوه خفيفه لل... نعرف حارس النادي الافريقي يلعب 20 سنه هو اوسط سياسي كيف صارت هذيك هاو يوسف يقول لي انا ما دوبلتش ديما نقص من الواحد كيف السياسي قعد سياسي ولد بن عروس يوخر هو شو يوخر يوخر ما دوبلش كيف انا سي سياسي فهمتي الاسود باه مربيه ولد فهمتي رحبة الغلم ايه مربيه سي هادي ولد حاج المولدي السميري باه صحح كيف فهمتي لك هو اسمه عليه الهمامي واضح هاو توا جاي توا دوسي جاي باه
كذا اذا ما نبلغ لك شي 5 سنين ضرب. ايوا تلعب لعب 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 حتى مع سي محمد علي ابو الايمان هو يلعب وسط جونيور. جونيور وسط يعني عمل الكارير يعني حتى ولو في النادي الافريقي. هو حبيت نربط النادي الافريقي ولا الترجي ولا يعني خلطت لي انت لكن انت قدمت كنت ماشي حتى صغير. يوسف اول ما تشوف اول ما مقابل اول مقابله تاع فينال كوب لو 26 مي 1963. يا ولدي اش بك مشينا تو 63 وانا مقيد مسائل خلينا ما خلطناش 63 يعني واضح انا راجع له. هذا يا يوسف يحب يتكلم عليك يحب كاين جوار نتاع كره تو ولد حومه كان تبط حق سيدي ناجي فابيو يجي يتفرج فيهم كانت حنوت في سوق العصر نتاع. يا ولدي اش بك درت لي انا مستضرب يغزل السيده النظاره كانت امتحانات خلي يعرفوك باش يعرفوك اللي انتهيش عليا في امتحانات يقعدوا فيها في سوق العصر تو كي تجي خارج وكل هي يقعد فيها عامل هادي ولد تمتي حاجه المولدي ويجي فابيو ويجي عم صادق بامبلو جماعه ويجي مسيو فابو يعمل بانتر هكا يبدا يصور عاد وقت اللي يبداو الاولاد يلعبوا في الفتحه يخرج فابو يبدا فهمتي يتفرج يشوف يعني لعينك الساعه فابو يبدا يتفرج قنص يوسف يوسف ديجا فهمتي قبل وقتها ولا يطلع معاهم الطاهر الشايبي من نهج عبه من تحت اسمعني يصيروا لو كانوا باش تسكتوا لعمك شعبان والله العظيم انك ما باش تتكلم ولذا خذ الكلمه عايش ولدي لعمك شعبان خلي اللي يقول فيه حلو ياسر هي تو شو هي تو شو تو كيما سميوني يوسف الخال علاش سلمني يوسف الخال نحب نعرف علاش هي على خاطر تو خاطر تو شفت عم حمادي نقول له سي حمادي شعبان ويقول لي لا عشيري عشيري يحب العشيري باهي انت علاش اسمك الخال انا الخال مكور انا ميني بدلي فاخر تبارك الله فهمت ولد بكوره هذا تيجاني الله يرحمه وخوه العربي الله يرحمه كلوب ستيه بالناس من انعم الناس ويلعبوا كوره كبار ويلعبوا كوره لقاني انا تبارك الله بدري كبير فاخر عليهم ولا عيط لي انت خالهم خالي خال الوليدات خال الوليدات مشى في خال الوليدات وعندنا كان واحد اسمه دلوعه كان عنده كريته وبهيم يلمنا جماعه الحومه ويهزنا للسبلانه هذا مش في الكريته ولا في الكريته مش في الطياره ولا في الكريته مش في السياره وقت السبلانه كان السبلانا هاي انتم هو كانكم تترنوا منهم منهم مره مشينا في باردو نلعبوا مع المرسى في باردو احنا مو معنا استيراء كل مره وين عينونا لا دي افريقي ما عندهاش ملعب اي ما عندهاش ملعب واضح واضح اي واضح نلعبوا مع الكادير تاع المرسى سكتنا بثلاثه ولا باربعه ما هزكمش في الكاروسه هاي لا مش هو في الكاروسه استنى وجيتك حكايه اخرى جينا وقتها في تاكسيات ودرا شنو عمل هادي والحاج مولدي الله يرحمه تعيش تعيش في صحتك كيما تحب هيا كملنا قال خسرت هيا هيا عمل هادي اعطينا خلينا ناخذ التاكسيات قال لي شدوا جرتي نضربوهم برضو ساعة الملاسين على سخينة قال لك راكم اللي خسرتهم باش نعطيكم انا تركبوا لحنا يا يا سيدي خلينا هذه صفحات سوداء فك علينا خلينا ندخل توا لعبت 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 مع الصغيرات ثم كيفاش انتقلت الى مع الاكابر مع الاكابر جاء عمرك مشيت جنيور الاكابر انت مش جاء عمري مازلت جنيور انا جنيور انت مازلت اواصر انا جنيور مع الاكابر شكون هزك شكون هزك فابيو انت توا من الناس اللي معناتها من عشاق فابيو اي انا لعبت مع الزرقاء قول الزرقاء الزرقاء وعطوقه زاد عطوقه من بعد ولعبت مع الاخوه توفيق الاخوه هذا كان دروا وسي حمادي الخويني حمادي الخويني وقتوس الله يرحمه قتوس ومحمود بن عمار سهيل بلديه ايه محمود بلديه ايه والعمري ايه وبحجيله به انا عندي مقيد انا وعم العربي التواتي نقولوا له عم العربي يا ولد خالي وتواتي عمي عم العربي ايه ربي فضل ما مشيت له ما مشيت له تبارك الله الراجل محلاه حسم عندي انا تو مقيد اول كاس لعبتها اول كاس هزيتها 1965 ضد مستقبل المرسى في المقابله الاولى يتكلم انت مش انا المقابله الاولانيه مع النجم رياض الساعي لا 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 الدور النهائي هي صفر صفر على مو الماتش الاولاني لعبته فينا انا ضد ليتوان قبل 65 لعبت هذا ما انا عندي غلط شوي 63 لعبت اي لعب اول ماتش كيما انا قلت لك لو 26 مي 1963 دوزيام اريديسيون
فينال كونتر ليطوال بيسال ها ابتدي من الدور النهائي ضد نجم النادي الساحلي 1963 الربيع الفيكتور حبيب ايه عم فيكتور الله يرحمه وكره تضرب الداخل جوي 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 ربي قول السادة النظارة خاطر مش ما مش منظلموهش هو مسكين كان جوي مفخ كان فما كل حديد هكا ولا تضرب كل حديد تخرج يقول جوي ما راهاش مسكين مش كيما طوع ليش ندافع عليه ما ذاك صحيح يضرب دانيال ضد الترجي كيف كيف زاد الملعب التونسي جوي عملنا ماتش خسرنا مع النجم عادي عادي قبلناها الخساره ربي يا يوسف نحب حتى يسمعوا فينا تو صغار ويتفرجوا فينا يعني عادي خساره ولا تربح خسرنا عادي هكا ولا عادي ما فيش ايش بيه خساره ثمن خساره والربح واضح لكن انتوما ما تعديتوش حتى عامين في ال 65 تهزوا كاس تاس تونس لعبتوا مع المستقبل المرسى المره الاولى 0-0 ثم المره الثانيه 2-1 طاهر الشايبي ان شاء الله ربي يشفيه هو اللي سجل زوج اهداف اي شنو هي ذكرياتك مع الادوار النهائيه الانسان يلعب دور نهائي ذكريات حلوه فما جو اخر شرم اخر في الكوره في الدور النهائي تلعب على التراب وكل شيء ولا على التراب من علاش توا عندي بلايص بلايص مضروبين اما خلطت لعبت في الغازون في الحمد لله وقت اللي هو كان اسمه ستاديو كباريز هذاك اسمه ستاديو كباريز وقتها لا يونغ باريز يونغ باريز المنزه اي مش بالضبط بالضبط يونغ باريز كي كانت فيه في سباق الدراجات يعني اخذوا منه شويه المنزه هي. صحيح التوا خرجوا من تحت القاعه بالكزاز زي تحت القاعه بالكزاز شنو في التيران بالكزاز في التيران في الملعب هاي هاي كسي كسيت المالت والله هذيك هذيك من وقتها سكرتريز وخلاف البلايص منه ومنه واضح اش كان ياكل ضرب هي ها وبعد الزيت هزيتوا بطوله بطوله شاركت في الماتشوات معناتها اما في اخر العام غبت معناتها مضروب شوفوا التواضع توا شوفوا التواضع نتاع يوسف يعني غاب على بعض المقابلات يقول لك شاركت هي تسمى هزيت بطوله شنو شاركت شاركت هزيت بطوله على خاطر ثم تحصل على بطوله تونس 66 67 عايشك ثم برشا تفرجت فيهم انا ونعرفهم يقول لك هزيت هم خارجين في السكه خرجوا شويه نسميهم شعلان ترى خرج من السكه لكن لعبت تعرف يا ولدي اسمع انا كان باش نكلم لعبت مقابله برك في الموسم تسمى انت بطل الموسم هذاك بطل مشارك اول بطوله 64 65 في عهد تمت استقلال اول بطوله نتاع النادي نتاع النادي الافريقي نتاع النادي الافريقي هاك الوليدات اللي رباهم فابيو بالبيبران والتحليل لكن سامحني شكون تحب نسمع عندي هذا الكبير محمد العشيري العشيري سي حمادي العشيري النادي الافريقي زاد فرط مره في بطوله بفارق نقطه امام ملعب تونسي وانت كنت موجود تلعب يعني في الدور في الاخر ملعب تونسي 56 وثم 55 ثم زاد نحب نسالك هذا صحيح كنت موجود انت ما تقول ليش لعبت 20 ماتش على 22 مانيش موجود ليه يا ودي موجود موجود لا موجود يرحم بوك قلت لهم في الناس اللي يقولوا احنا موجودين وموجودين موجود حتى العام 70 71 واضح شو نحب نسالك تو انا مقيد حاجات فك البطوله اللي لعبت فيها انت لعبت مع فرق ربما توا ولات صغيره خلينا نقولها بصراحه الحديد الصفاقسي الملعب السوسي هي. الاتحاد الرياضي التونسي انا مسميهم لك هيك جبتهم انت توا نحبك تكلمنا عليهم هذوما علاش مشاو حسب رايك انت علاش مشات هالفرق هذه مشات خاطر ثم جمعيات تحك فيهم ما تساعدهمش يلزم الملاعبيه اللي باش يمشيو لها هي يجيو لها هي اللي باش يمشيو المال اللي ماسك الصدره ماسك الصدره الزيتونه ولا بيه النادي الافريقي ولا بيه كان الله يرحمه ابراهيم ماريا سنترال في ستاد سوسيان والجول اسمه الغربي ولا الغربي فهمت ما ثماش منهم في تونس واضح كانت البي اف سي بي زاد بكري مازال بورقيبه ايه هذا مقول لك مازال بورقيبه سامحني وحدها البي اف سي بي فيري في ليه فيري في البي اف سي بي هذا نقول لك خلطت عليهم وتفرجت اتفرجت في العبس معاهم لا صغير صغير ماني فاخر عاد انا احكي لي تو شويه على فابيو وناجي ثم زاد هناك انت حميد الذيب حاب تعمل لي مقارنه بين ممرن اجنبي مش تونسي والممرن التونسي اعطيني مقارنه شو الفرق ما بيناتهم ثم فرق كبير برشا اعطيني كيما انسان اللي يربي ولد من يديه كيما اللي يجي باش يتحكم فيه ماهوش كيف كيف فابيو بو امان والله بو ممرن ويضرب الكوت بيه زاده يتغشش ما فما حتى مشكل يضرب بو هذاك ويشدك من الظن والكف والكوت بيه في جرته بو اي بو شفت قلت ما عنده ممرن
تعتبر والد. معناتها كان تشوف اسمه شغال الشاقة نهار الأربعاء عنده هو في الانترينمون. نهار شغال الشاقة. أكثر من أندرينا جي؟ أكثر شي جي. أمان. ولكن أندرينا جي سمحني راهو راهو عنده ما يقول راهو. شو عنده ما يقول؟ معايا ما عملش الباهي معايا. واضح. بصراحة. إي صراحة راح غير من الممرنين الخشاب. خاطر نفهم الكرة ونعرف ايش يحب هو. واضح. هو لا. لا بشوية خشدك لنا شو شديت أنا واضح واضح. يعني كل ملاعبي يفهم الممرن بتاعه تسهال مأمورية الملاعبي والممرن. ثم حاجتين. ثم الممرن اللي يجيك يحب أكل الروس الخشان القدم ينحيهم. الكبايرية. الكبايرية. بدأ بالجديد الساعة. هذا أندري ناجي ها؟ أندري ناجي. ها؟ ومن بعد بدأ بيانا. احكي لك صار ما بيني احكي لي احكي لي ما صار علي اي في العرس بتاعي نهار احكي لي ما صار علي عامله دنيا لتو راسي يوجع فيا اي النهار الثالث لهنا سهرين في الدار انا معرس وجا دق الباب انظرينا شي هو السيد شاب شي هنيك الله يرحمهم برحمتهم اي ما فيش شك اي مش بشي هنيني نحسب شي هنيني خليه خلص سك كوي وين خليه راهو في وتيل خير الدين محصوري اي هاي ما ضرب كيف وليت مشيت لدار ما هي دار ما هي هنا في باب جديد واضح واضح هاي ياك هاو زيت ناس ملاح ساكي ومشيت مو غدوة الصباح باش يعمل معناتها تكتيك وتيوري و... انا مش بدنيش سمى الجماعة لي زيت ساكي وخرجت انا زيت ساكي هو شد جرتي يجري خلي يجي لهنا تنكلم فيك بالعربي هي 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 ما لازم انت وجيت قال لي اش تحب اللعب؟ عجب قد ما نلعب اش تحب لي اللعب؟ قلت له نلعب جول قام يضحك في بلاصة عطوبة ايه قام يضحك قال لي باس فاهمك اللي انت مغش قال لي باش تلعب وهو وعلاش يعمل فلان؟ هو ينرفز فيا باش انا نتنرفز ويلعبني نهبط على اعصابي ما نعمل شيء بشي ونهار انت كونتر شكون؟ كونتر سفيقس سفاكس رولي سبور لا كليب سفاكس لا نادي رياضي سفاكس هاي نابط والمركي نحب قبل ما تمشي الحمام ننف نحب تحكي لي على كان الكونكور جون فوتبالور خاطر فما شكون قال لي بربي يسأل يوسف على الكونكور عنده ما يقول فيه عندي كارتة من الكونكور جون فوتبالور علاش قعدت راسخة في بالك الكونكور هذايا كانت ناسخة خاطر كانت ثم ناس تخدم صحيح خاطر الكونكور دي جون فوتبولور صحيح تحكي عبارة ذاك باركور دي كومباتان هكا ولا فهمت هكا ولا هي نعم شوف يعلمك تشوت بالقوش صحيح السيمتر صحيح الكورنير صحيح البيلانتيه مخالفات ضربات الجزاء باليمين باليسار باليمين وباليسار انا توا التمش ما نعرفش انا هي اليمين وانا هي اليسار اللي توا شي يقول لك والله ساقه العامية ساقك عامية شنو عامية كلام تمام قال لي مركيت باليسار اكثر باليمين كنت هداف انت هداف خاطر ما حكيتليش انا شوف سبب حكايتي انا باش لعبت في الاطاك انت خاطر كنت مدافع كنت المنصور كنت خلينا باش ندرجوا كنت مدافع كنت مدافع انا نعشق احمد قلارة الله يرحمه الله يرحمه وينعم ومشيت طليت عليه قبل ما يتوفى وما سمعتش بيه كي توفى انا كنت وانت مسيتني هكا لانه قلار انا ربما حاجه تحس في نفسي اللي ما عملتلوش سبور زمان وتوفى ان شاء الله ربي يرحمه وينعم وينعم انا في بالي كنت باش تمشي له قبل بجمعه قبل ما يتوفى هكا على ما سمعت ايواش وربي سبحان الله هزمين هكا كنت من عشاق احمد قلار نلعب في الحومه سانك واضح ما تخافش خاطر عندنا اشارات انا نفهم فيهم مشيت في المينيه في الكليب قلت لهم نلعب راني ري سونتر نلعب كيما قلار قلار وبالمجد نتلوح وسايب روحي خاطر عندي قلب كيف هو واضح. عنده قلب والله يرحمه برا سيدي العام اللي بعده لعبت ميني مريا سنترال العام اللي مش اللي بعده اللي بعده معناتها عامين ميني وقتها كانت المنصوره نتاع حمام النلف منصوره حمام النلف اللي تلبس كيما أيوة هذا الاستك هاك اي نعم اي نعم يرحم بوك خزام هذا مكتوب عليه منى وحافظ منى شنو هذا؟ نتاع بنتك هرس منى وحافظ ربي ربي هنيهم ربي هنيهم عايش هذيك الزايرونه اللي مشات حتى يعرفوا زاد هذيا هو أول سادة نظرة خضي لهو هذه الحاجة الوحيدة اللي لقيتها في دارك وحمرة صفرة هو زاد كتاب قرآن حلو ياسر حلو ياسر لكن زاد هو حلو ياسر لكن فيها استدعاء بنتك الأخرى زاد دي تعمل في مصر لا والله لا والله
والله لا هذه بنتك اللي في السعوديه هذه لا في الامارات في الامارات يا ربي يفضلها لك ان شاء الله تكون تسمع فينا وتتبع فينا وان شاء الله رجلها يسمع فينا حكيم سي حكيم سي حكيم انا راني في العاده يعني الهديه هذه من ما نقولهاش لها يعني زوجتك حكيم زوجتك حكيم حكيم اخرى لي خاطر باسم مريات انا بدي بر حكيم منافع ان شاء الله كله هذايا كله هذايا ما نسمش الرفز وهذه كي نكاي يعني قران كريم تبارك الله فهمت ومعند المدام يوسف راه مش من عندك انت هذايا راهي شو المدام لا 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 انت خلي شوف سيدنا مدار يعرف خلي شوف تحب تقول مدام اي منيا اي منيا الا منيا هي يرحم والديها فهمتني لا اي منيا بربي سامحوني ايجا بحذانا منيا بربي ايجا بحذانا هذا كدو من عندك انت هذاك استدعاه ودي عرسها في دبي تسكن فوالا هذايا هذايا حلو ياسر قران كريم ما يترفش بكل تو قبيله يوسف وحنا تو نحو نهايه الحلقه الحلوه هذيا ورجل عظيم وراه امراه شنو عملت راسك بالشيء يعني خلينا نقولوا تونس كل تحب يوسف انا عملت الراجل صايبته نهار الثالث هزو ناجي هزو ايه معاه وبعد شديت معاه عاد في كل شيء واحد يهزو تعبكش في لا 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 تحضير الحوايج وتحضير الشوارع لا وغسيل نتاع لونترينمون هذاك مش تعب 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 لكن خاطر قلت لي لا معناتها يعني تعمل فيه بقلب وشيء لبست لبست عندك الحق عاد راجل لبست وانت بنت باب الشيخ انا لبست قبل ما نعرفوها لبست قبلها ما نعرفوها يعني ما تقلقتش بكل كيف كيغيب يجي مع المنتخب ولا حاجه شوف توا جاب ربي منيا جات باش ذكرتني واني ربما باش نفوتوا الحلقه ما قلناش انت ما ولد عمك تحكي لي يعني المنظر منظر جبناني ولد عمك هذا انا ما انت بنت عمي انا منظر خويا قد ولد عمي واضح به خليني نجي معك توا باش نحكيو على منظر انا منظر خويا لا اله الا الله محمد رسول الله حبوا تكمل لي على مرورك مع نادي حمد ننف والمنتخب حتى سادة النظارة خاطر قاعدين يراو في تصور وانت لابس المنتخب حتى يعرفوك اللي انت انتميت المنتخب ولعبت على ضرب تونس شنو اللي حسيت راك بستمل في هذوما الزوز باش نكملوا معاك الحلقه حمله في مشيت عباره كاني مكركر بعد جمعيتي من حب واضح ايش بي ايش نعم احشم الدهجاني احمد الغربي ولا كان في حمله في كان في الدراسه مشي عليه حاسلو ما نطولكش مشيت حمله ما تطوليش خاطر عندنا فينا اي مشيت الحمل في العام قالوا لعبت بعض المقابلات اي ما كملتش سيبو سفارة نادي حمد منف عندك معاه طرفة حلوة سيبو سفارة جاو خدمو جا قال لي لبسي العمري صاحبك العمري قلت له ليه راني انا اسمي يوسف ايه ايش بيه يا رب غلطت مسكين ايش كيف كيف يوسف به لعبت في حمد منف احكي لي على المنتخب توا زاد النادي الافريقي كل من صغار حتى الكبار حمد منف مشيت صغير انا ايوا انا وقت اللي مشيت انا صغير قاعد نغزر مع ناس كبار مشيت سمي لي منهم محدين الله يرحمه زر اللوحة ايه حماد هنية ايه سيدي حمادي يسمعك صاحب صاحب سلاح راهو هو سلاح كي الاخوه وقمي يعطيك الصحه ايه محمود كان عمل لي بيبليسيتي القهوه انت ايه مجيد شتالي مجد ايه هذا كل لعبت معاهم ايه شو لعبت معاهم لعبت معاهم في الجمعيات ومشيت ليكيب ناسيونال وانا صغير باه انا 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 خليني عندكش حاجه اخرى تحب تقولها خاطر انا مش سلم على الجمهور تو سلم على حاجه اخرى طول حاجه باه وربحت انا وربحت الكليب اللي جبت انا زوز اخوه باغاندا اولاد التوت حلو حلو يا سامي وقت مشيت سامي وخالد سامي لاباس عليهم توا لان خاطر انا في الصيف كنت الراني زاده ايه راني في الصيف في الصيف في الهومه في الصيف لا لا الراني في التيران غادي مقيل بلم لحوم ونبدا نختار جاء سامي التوت يعجبني منين انت قال لي راني ود كذا وكذا وكذا هي خطوه بالروح هزيت معايا واحد اسمه النصر حمودية يخر بلادي حمودية ومشينا لدارهم الباب الفلة تقينا على ابوه خرج عليه هلا شنو حوالك قلت له علي تعرفش على جيت قال لي عليه علي بكندا علي ابوه اي خو يوسف الله يرحمه وينعمه هكا قال لي خلي هكا احنا عائلة اي قل له احنا الترجي الافريقي عائلة زاد كذا قلت له خويا اجي نقلع قلت له انا بطلت الكورة الكلوب دخلت لي للبنك قلت له تخمم مستقبل ولاده بارك الله فيك واحد مش يمشي للشيمينو ولا خدراوي للوداد ولا شنو قلت له خوك الله يرحمه مسكين تعب رصت له حتى كبر لخدمه في فرنسا وكل شيء وحاسين واضح واضح نحب نقول خلطنا توا لنهايه الحلقه دي
حلوة تعديت فيسع فيسع حلوة ياسر نعرف لحظة على يوسف غراو يوسف الخالق مرن ما قال ليش مرن ليكول ومرن المينير وخرج بلاعبية هو هذا زوزخ ولا سليم ما يحبش يشكر يا ولدي شنو تكلم لي على ذوم ولاد سليم احكي له توا انا بسلام ولاد سليم مشيت انا الكرم هزيت المينير غادي كان لقى سي سمير كبير هو سمير يلعب كيفاش هذا كول حاصل وشد يده قلت له تحب تجي للكلوب قال لي وجا جاب خوه معاه قلت له انزع زاد انت مع خوك قلت باش خوك ما يهربش انزع يا اخي عاد نهضر جن وهو ظريف هكا وكل شيء ماهوش عمره وقتها هاي عم الشادي يعطيه توني ويعطيه كل شيء حاصل وقعد ويلعب سيدي وليت اللعب فيه في اللي كبي اللي يحب يعمل ريزيرف واللي يحب كل شيء من الصحفه حتى اللي جاء عمره وصح خوه صح قبله صح هو وريتهم مش وصلوا في الكلوب وبمحبته للنادي الافريقي وبمحبته الكبيره للنادي الافريقي بحبته لملاعبيه النادي الافريقي وبمحبته لبناته اللي جايين بعدين كلهم باش يتصوروا معاه نقول للسادة النظارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح وانا بعزوبتي فارح بالشوق والهوى